مع استمرار الهجمات الوحشية من قبل الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، أدانت أحزاب سياسية الهجمات التركية الممنهجة على البنى التحتية والمنشآت الحيوية، مشيرة إلى التاريخ الدموي لتركيا عبر سنوات ماضية بارتكابها جرائم بحق شعوب المنطقة من الكردي والسوريان والإيزيديين والأرمن والعرب. إذا عدنا فقط لمئة سنة نحو الوراء، فجرائم وإبادات كثيرة ارتكبتها بحق شعوب المنطقة من الكرد، من السريان، الأشوريين، الكلدان، من الإيزيديين، العرب والأرمن. حاول حقيقة أن يخلق الأعذار، ولكن هجماته ضد سوريا عموما، ضد الشعب السوري وتحديدا ضد شمال وشرق سوريا في السنوات الأخيرة باتت واضحة. مخططاته من تهجير لشعوب المنطقة واحتلال مناطق سورية وتغيير ديموغرافي فيها. نحن كحزب اتحاد سرياني ندين هذا العدوان التركي الهمجي البربري على مناطق شمال وشرق سوريا، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف هذه جرائم الحرب التي يرتكبها النظام التركي ضد مناطقنا. الأحزاب السياسية اعتبرت أن هجمات الاحتلال التركي سياسة ممنهجة تهدف لتعطيل حياة المدنيين وشل حركتهم وتهجيرهم قسراً عن مناطقهم في إطار مخطط لضرب مشروع الإدارة الذاتية وإحداث شرخ بين مكونات المنطقة والإدارة التي تمثلهم. جميع الدول المهيمنة العالمية وأدواتهم منها الدولة التركية يحاولون تسيير سياساتهم الجديدة على المنطقة عموما وبالأخص في شمال شرق سوريا. هدفهم الأساسي هي ضرب البنية التحتية لهذه المنطقة لإحداث شرخ فيما بين المكونات الموجودة في شمال وشرق سوريا وبين الإدارة الذاتية التي تمثل هذه المكونات في هذه المنطقة. كما حذرت الأحزاب السياسية من خطورة أهداف الاحتلال التركي الرامية لاحتلال المزيد من الأراضي السورية عبر إفراغها من سكانها من خلال تغيير ديموغرافيتها. الهدف الرئيسي هو تطبيق أو الاستمرار في سياسة الدولة الاحتلالية في المنطقة، تفريغ المنطقة وخاصة المناطق ذات الكثافة الكردية من أجل سياسة تغيير ديموغرافي في المنطقة، وأيضا القضاء على الشعب الكردي وأضعاف قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية، وخلق فتنة وبلبلة بين الشعب. نحن كأحزاب سياسية في شمال وشرق سوريا وقوى ديمقراطية اجتمعنا وناقشنا يعني تداعيات هذا الهجوم على المنطقة، وأخرجنا ببيان مشترك تنديدا بهذه الهجمات. يقع على عاتق جميع القوى السياسية والقوى الديمقراطية العمل دبلوماسيا على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي أيضا، وخاصة الضغط على القوى الدولية المتواجدة في المنطقة وفي مقدمتهم التحالف الدولي، من أجل الضغط على الدولة التركية، ليس فقط بإصدار بيانات أو إصدار تصاريح من أشخاص مسؤولين، العمل بخطوات جدية من أجل الوقوف أمام هذا الهجوم البربري المتوحش من قبل الدولة التركية الفاشية ووضع حل لهجماته. هذا وطلبت الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا الشعب السوري وبشكل خاص مكونات شمال وشرق سوريا بإبداء المزيد من التكاتف في مواجهة هذه الهجمات الممنهجة للاحتلال التركي، وتفويت الفرصة على المتربصين بوحدة سوريا وسيادتها.